غادي نشجب عارفين هاد حتى غادي يطيح عندك هذا تتمنى غايدي منك حقنا برك لكن الغرض عنده بالنسبات التي ستضعها في ارضه وديك الساعه حتى لو غادي كاع طلع الدم وغادي ترجع تطوق في المطر يمكن غادا شري صافي طلع لي الدم ان كان غادي يكون غيرجع بحالي خروب بلادي فار بلادي والعسل المهم الاسطوانه ديالهم كيوقف كيقول لك ذوك الوليدات اشري ماشي اليوم لا لا عقل سديان لا لا يمكن ما فهمتيش هذاك عقل سديان غير باش كنضبطوا به هذاك المخلوق منين جا بالمواثيق ديال الوثائق ديال المدرسه وثائق الاداره باش ما يكونش نادره لان في حقيقه الامر الدوله القوميه الحديثه الاولاد ليسوا اولادك الاولاد اولاد مؤسسات الدوله هذا ربما كما ذكرت ممكن نتكلم عليه ان شاء الله تعالى فيما بعد فقلنا ان الشباب وجب عليه ان يطرح الاسئله التي ينبغي فهناك 41 مليون نسمه 40 مليون نسمه السؤال الصريح يطلب جواب سهل ان شاء الله تعالى ميسر واش يطلبنا من كل واحد بغض النظر على جهه اللغات ديما للبطل إذا طلبنا من كل واحد أنه يعطينا 10 دراهم في الشهر، شي في النهار، شي في الأسبوع، شي في 15 يوم، في الشهر، واش بزاف هذه ولا شوية؟ كاين غيقول لي واحد يقول لي راه كاين داك اللي 10 دراهم في الشهر ما عندوش ما عرفتيش شي إيقاف، والله غنقول لك كاين واحد آخر ممكن يحط حتى 50,000 درهم في الشهر ما غاداش تضرو، فحنا غنديرو توازن ما بين هذا وهذا، نبغي ناخذ غير المعدل، هل يمكن أن نعطي 10 دراهم شهر للشخص الواحد فلمن هذه الحسبة هذه بمجرد ما تحط انت 10 دراهم بالمجموع اي درس غير وقت تعلم ضرب في 10 العرب اللي لك 40 مليون غادي تزيد عليها صفر ولا تعطيه مثلا أضعت الرياضيات تخرجوا من هذه المنطقة هذه يا وقزمت ذاك الشهر منين لا؟ أفاطرات الرياضية في المغرب، فما تخرجوناش غادي نسيبو كامل. شهر بطاقة الطريق، قلت لي باريس، ربي 10 الله يجازيك يا 400 مليون. 400 مليون اشنو؟ درهم. 400 مليون درهم باش المغربي يفهمها ويستوعبها، دوز عليك السنتيم. 400 مليون درهم هي 40 مليار سنتيم. 10 درهم. الواحد. شهر 40 مليار سنتي ضرب 12 شوف شحال غادي نقدروا نجمعوا في العام باش الغرض عندنا هي شوف غادي في العمليات الحسابية دابا ملي قلت هذيك 40 مليار سنتي في الشهر غالبا نقدروا نفكوا بها شي حاجة غادي نجمعوها في العام وغاديروا هذا العام هذا خاص مثلا إعادة إعمار المناطق اللي فيها تعصى مثلا الزلزال مثلا كي تجمعوا شي فلوس تبارطوا في الموضوع العام اللي من بعد وحنا هادشي كله ديك 10 درهم في الشهر ما تقدرناش بل ما تنحسوش فيها كاع العام اللي من بعد غنديروها مثلا بعض الطرق المسالك الواعره نقدروا نقدوا بها شي حوايج العام اللي من بعد نشوفوا هذا القطاع العام اللي من بعد نشوفوا هذا دابا السؤال اللي ملي الناس كتبان لنا راه الفلوس غادا تشتاها وغنديروا بها السؤال الذي تبرر الى ذهنكم الان شنو الله يفتح ليك شكون غادي يجمعها لان المبلغ غادي تكون جهه اذا كنت انا اللي غادي نجمعها واحد العدد مسكين من باب المحبه ما نقول لك واحد عدد اللي ياسين غادي يجمعها الحمد لله لكن اغلب من حضر هذا المجلس من حضر انا ما نقولش واحد يبغض الدين واهل الدين ويبغض الملتزمين ويبغض كل تبرعات الدين او لا شي واحد عنده معايا مشكل في الصغر فين كانوا يهضرونا في الابتدائي وقام مشكل الدار خمسنا في الابتدائي ويقول لك عقلت عليه وحاقد علينا لا انا اقول لك عن الذين تجشموا عناء الحضور لهذه المحاضره اليوم عدد كبير منهم اقول لك هو بعد الدين ديالو غير كيجمع الفلوس اكتشف فيه شحال علاش انا سال الله عز وجل راسي سد هذا الباب هذا ما تنقولش حتى القضيه ديال جمع التبرعات ولا كذا ولا شيء من هذا القبيل لمجموعة من الاعتبارات من بينها هذا الاعتبار أنا ماشي خايف على خايف من شي واحد أنا خايف على راسي
40 مليار تجديد رأس مال. هذا يكون واضح. فهنا فالسؤال الذي يبغونك سؤال ماشي كيفاش ممكن نصيبوا جهة ثقة ونضع لها آليات تراقبها ونشرح لها الفلوس. أول ما فكرنا فيه فكرنا شي حاجة اللي ستكون عائقا للوصول لهذا الخير. وبنفس المنهجية شبابنا يفكر كلما يقترح حل معين لمشكلة معينة إلا ويتبرر ذهن شبابنا للتفكير في المشكلة لا للتفكير في الحل. كيقولوا على من العلماء ديالنا علم النفس الاجتماعي تيقول لك أن مدينة بحال تقريبا مدينة ديال المغرب كيقول لك يمكن أن تغير شكلها المادي يعني ديور طرقان قنطرات سوتيرات كذا كيقول لك يمكن أن تغير تأثيث المدينة أو أثاث المدينة يمكن أن تغيره كله إذا توفرت الإرادة والمال والعمل يمكن أن تغيره في سنة. كنت مشيت مجموعة عدد من الدول مجموعة من المشاريع البنائية الكبرى كانت خلاص تنجز في أسبوع. بعد شفت قنطرة باش يقدروا يمروا منها طريق سيناء تهدمت القنطرة وأعيد بناؤها في 48 ساعة. واحد من المشاريع ديال الأنفاق اللي كيزا من تحت الأرض باش كتسهل المرور في مدينة بحال مدينة الرباط ضرب به مثل في الصعاب بالنسبة لنا حنا كدولة ضرب به مثل في الصعاب في الإنجاز تقريبا شهر ديال المكان. الجهة الأخرى عندنا حنا الدار البيضاء قل من هذا النفر أصغر منه أما ما يمكنش تخيلوا شحال قوي. بعد التعيين ديال الوالي اللي كاين الان راه الوكيل الحمد لله ديال الاشغال راه غادا تجي نقولوا هذا الشيء موضوعي بسيط ما عنديش فيه علاقه معنا لكن كل مراحل اذا في هذه المساله الوتيره راها استرعت وهذا قد يطرح سؤالا لماذا الذين قبله كانت وتيره المهم لا تجي تعتبر الله صلى وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. فمحل الشاهد شنو هو؟ وأنه من اللي تجي من الشباب واحد لإمكانية أننا ننزل القدام عوض أن يهتموا بالصيغة التي يمكن أن ينزل بها الحد على أرض الواقع يذهب الذهن مباشرة إلى البحث عن المعوقات. علاش؟ لأن ذلك الشاب كبر في واحد البيئة تعليم الإعلام في البيئة ديال الأسرة اللي ولات هي عبارة عن نتيجة ما بقاش من طرف الأسرة صارت أيضا في حد ذاتها نتيجة ديال ما يصبه الإعلام في أذهان الناس بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات السياسية التي لها إرادة أن بعض الأمور تبقى ما هياش وهذا عبر تاريخ البلاد ديالنا ماشي شي حاجة جديدة. أشنو تيوقع؟ الشاب تيكبر في واحد الطريقة ديال أنه يريد المطالبة بحقوقه دون الاستعداد لأداء الواجبات التي عليه. كتعرفوا مالك بن نبي مفكر جزائري رحمة الله عليه هذا من طينة ديال الطبقة ديال المهدي بن عبود وديال اللي جاوا بعد البشير الإبراهيمي والطاهر بن عاشور الله يرحمه والعدل بن نور رحمه الله العلال الفاسي رحمه الله عليه مجموعه من الناس ديال الحركه الوطنيه والحركه الاسلاميه كاين ناس طبقه رجال قبل منهم طبقه ديالهم. المهم علاش تكلمت على مالك بن نبي رحمه الله؟ لان عنده واحد السلسله ديال مشروع النهضه يعني كيف يمكن ان نحقق النهضه. وهو تيتكلم لابد طبعا الى بغينا نتحركوا لقدام لابد من توصيف الحال. فذكر مجموعة من المعايير التي تعرف بها هل هذا المجتمع مجتمع متخلف أم مجتمع متقدم. ذكر من علامات المجتمع المتخلف قال طبعا كثرة السفهاء كثرة التافهين أن يقلد عموم الناس قدوات لا قيمة إضافية لها وممكن أنها تغير حال مشكلة لعب الكرة مغني ممثل هذو كلهم عندهم في التاريخ صلاحية
غادي نمتلك الصلاحيات غادي نضرب عامين، غادي نمتلك الصلاحيات شي 15 عام، على أقصى تقدير غادي نمتلك الصلاحيات وصل عام حتى 20 سنة. لكن بعد هذا صافي هذا يرمى ثم يؤخذ آخر يعوضه، ما كيبقاش عندك واحد الذوات اللي هي ثابتة هي القدوة يمكن أن تتبعها في مجموعة من مناحي حياتك وتبقى ثابتة على التاريخ. فذكر رحمه الله من بين معايير الدولة المتخلفة، قال رحمه الله عليه: من علامات المجتمع المتخلف هو أن يكثر فيه الإنسان النسل. لغة مواتية، الإنسان النسل هذا يقول لك هو الذي يمضي حياته يريد أن تحقق طلباته وتلبى حقوقه، وليس عنده أدنى استعداد لأداء واجبه. وأطلق ما كنخصش قطاع بالذكر غير قطاع حر، لكن شوفوا شحال ديال الناس مستعدين يديروا الواجب اللي عليهم غير في العمل، انا كندوي على الحد الادنى ذاك اللي كتخلص عليه ولا كتحاس عليه دابا ما كاينوش لا شي ولا ما نزيد. شحال واحد يؤدي الواجب الذي عليه وملي كتجي المطالبه بحقوق مثلا زياده في الاجور في الامتيازات الاجتماعيه وكذا، نوع النضال الذي يخوضه هذا إشكال. هل معنى هذا أن الإنسان ليس عليه أن يناضل من أجل حقه؟ أنا لا أقول بهذا ولا يقول به عاقل، بل أن الحق إذا لم تناضل من أجله لن يأتي أحد ليتصدق به عليك. هذه مسألة انظروا منها، وما غزته عنا ببعيد وما راضوا شد الناس هذو إن تكون حق ديالهم فما راضوا شد نسنا مفاوضات السلام رجعوا بحروا تقطعوا اليوم إذا غدا دوز ديك الطيارة من الفوق أقول لك حددنا معكم ثم السلام وهو سيدي البسكوي وأقول لهم الأكلة والشراب وحلوا لهم المعبر يدخلوا ويخرجوا خليهم يقراوا كيف ما بغاو الله بلاد فريال. الحقوق تنتزع ولا تعطى هذه قاعدة معروفة عبر التاريخ. كيبقى لنا لأن اللي كنتكلم عليه هو عدم الاستعداد لأداء الواجب. وانا ما كنتكلمش على الواجب ديالك في المدرسة ولا الواجب ديالك في العمل، انا كنتكلم على الواجب ديالك في الاسهام في نهضة هذه المهمة. فقال علماء علم النفس الاجتماعي شنو قال لك؟ قال لك يمكن تغيير تأثيري او اثاث مدينة في سنة، لكن قد تمضي 3 سنوات واربع سنوات وانت تريد فقط ان تقنع مواطنا من مواطني تلك المدينة الا يرمي اسباله خارج القمامة وتتشي. قد تمضي 3 سنوات واربع سنوات وخمس سنوات وانت تريد فقط ان تقنع مواطني تلك المدينه ان يقفوا عند الخط، انا ما بقتش نبني حرج، ان يقف عند الخط الذي يسبق اشارات المرور. غير هذه غير التزم انه يوقف عند الخط باش يبقى حاضر كل ما مليش عند الخطر يزيد، باش يزيد ويفو لقدام ويبقى حابس عباد الله مليش عند الخطر هو ما كيشوفوش كيتسنى الناس كاين غصون المرور. علاش الله تيدي ماريو تيزيد وكنا جميعا اللي واقفين اللي مزيد في القبول القدام كنا جميعا في غنى عن هذا من مظاهر التخلف باش نكونوا، اما انك تحارب الظلمه هذا من مظاهر الجريمه. لان ليس من الشارع الذي يبدو الخضر غالي، ليس فقط الضوء الاخضر اعطاني الامان انني نمشي، لكن اعطاني الثقه ان الاخذ يدي اللي عند الظلمه انني اثق فيه ثقه عمياء انه لن يتحرك لانه خايف على الرب يخون. فما تحقق الظلمه هذا جريمه بجميع المقاييس. وهذا تخيل هذا مثال ديال ما تلوش شرف الله وقامه السبب، ومثال ديال انك ما تجاوزش الخط ديال الاشاره ديال المرور. وعلى ذلك فقس. كيفاش نقنعوا مجتمع انه الوليدات خصهم يبداو يحترموا الناس اللي تيدرسوا لهم؟ كيفاش نقنعوا المجتمع ان الوليدات خصهم يبداو يحترموا الاباء والامهات ديالهم؟ كيفاش الاباء والامهات خاص الاولويه رقم واحد عندهم هي الحفاظ على هذاك البيت وما يوليش البيت مساله ثانويه وما يصطلح عليه زورا وبهتانا؟ تحقيق الذات المهنيه هو الاولويه رقم واحد. تشتت البيوت بسبب هذا. علاش؟ لان هذا دائما يدور في فلك ذلك الذي يريد ان اخذ حقه دون ادنى استعداد لاداء الواجبات.
طبعا الاشكال كما ذكرنا في المثال ديال الثوره الكربونيه وكاين غيرها. الاشكال ماشي اشكال ديال الماده وماشي اشكال ديال الامكانيات. اقسم لكم بالله لا تعوزنا الامكانيات، تعوزنا الاراده. ثم حتى واحد فيكم ما كان الا بغى يكسب شي حاجه ما تيبقاش الكارت ورقه وتيهبط ويمشي للبلاصه التي ذبحوا فيها شرف الله مقامه البهيم ويتسنى واش مليوع شي عظم ديال الكتف ويجيبو ويغسلو ويكشفو عاد باش يتسنى فين يلقى السمر والقلب ويكتب فوق منه حتى لا تضيع الفكره. واحد فيكم انتم كتب في العظم كتبتو شي حوايجكم عاد كتب في العظم. هكذا بنيت الامه على اجسام امثال هؤلاء. لا تعوزنا الامكانيات، تعوزنا الكرامة. يعوزنا الربط بين ذلك الذي نريده وبين ذلك الذي يتوجب علينا فعله. الذي يتوجب علينا فعله عادة ما تجده مرتبطا بإن صح التعبير بالأمور النظرية، يعني القيم، العدل، الأمانة، الصدق، الإيثار، الخلق الحسن، حسن الإحسان إلى الجيران إلى غير ذلك. هذه مجموعة من القيم هي متعلقة بجانب نظري. ما نتلذذ به ونريد تحقيقه هذا متعلق بالجانب المصلحي. المجتمع الذي يزيد من قدام شنو هو؟ هو المجتمع الذي يقلص المسافة أقصى ما أمكن بين هذه العقيدة النظرية التي عنده وبين العقيدة المصلحية التي عنده. مثال: الكذب قيمة مذمومة والناس يعني مشغولون على بغض الكذب. انت شي واحد يحب الكذب، هذا القيمة النظرية. انت نهار ومطار كتقولها لولدك لا والكذوب كذبتي عليا ما بقاش ندير لك الثقة وما خصكش تكذب وخصك كذوب وحط كذوب. جميل. غادي واحد النهار وبسبابك انت غادي عطل شي ولدك باش وصول للمدرسة وانت اللي معطل، انت اللي داير، انت اللي داير الخطا. هنا كيتعرض لك العقيده النظريه هو هذا الكلام محرر، لكن عندك واحد العقيده مصلحيه وهو انه ما بغيتيش الصوره ديالك تخسر قدام الاستاذ. اش كنت تقول للدري اللي سولك علاش تعطلتي قول ليه كاع الاسباب اللي ضربت لكم دابا بالمقف هي هذيك اللي غادي نقولوها لك. انت قول لي راه تعطلتي، راه انت اللي اصبحتي ناعس وماشي مشكل، راه ملي نجيب مع 12 ندوزك تاخذ كراس ركبتي فيه الكذوب والرشوه اكلموا الناس الباطل ضحك على النقود عدم الاهتمام بالتعليم المدرسه كلها ما كانش داك الاستاذ اصلا عقل الطرشون اللي جينا نمسحوا به هنا جهل مركب. علاش؟ لان المسافه بين العقيده النظريه والعقيده المصلحيه مسافه شاسعه، وهادو عندنا بهم عوامل التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها. اول طبعا كاين عندنا مدرسه احنا وياكم ما عندناش قرار تاخذوا على المدرسه. المدرسه خصها قرارات وزاريه وخصها قرارات سياديه باش نقدروا نبدلوا مجموعه منهم. كاين عندنا الجانب الاخر اللي هو الاعلام. الاعلام ولا عندنا فيه جانب المسؤوليه يجب تحمله. ما بقاوش الناس اللي يتفرجوا فقط في القنوات ديال القطب العمومي، يعني ما كانوش ما كيتفرجوش فيها، كيتفرجوا فيها. تيتفرجوا فيها، لا نبقاو نضحكوا على بعضنا. واحد عدد فيكم هنا متبع بشي مسلسل ماشي جوج، جالس هنا. هنا نبقاو نضحكوا على بعضنا. العدد جالس هنا، متبع مسلسل جوج وثلاثة، وأراك اللغات. وأراك الموطن، وأراك الأشكال. فماشي هذا هو الشيء اللي اشكال كبير. انا اللي كيهمني هو انه القنوات ديال القطب العمومي ما بقيناش نتفرجوا فيها بوحدها، ولات عندنا شي حاجه نقدروا نسميوها بالاعلام المدني، اللي هي اللي كتشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الاتصال، الشيء ديال الفيسبوك، انستغرام، اليوتيوب الى غير ذلك. بل حتى من مشاوير الدهاء، لكن هذه المصلحه البراغماتيه، الفكر البراغماتي هو انه القنوات ديال القطب العمومي اللي ولات عارفه عباد الله تتفرج عليها اليوتيوب ولات كدوز الحلقه ديال المسلسل اليوم مثلا مع 10 غا
غتسالي الحلقه مع 11 غتلقى المباشره في اليوم. على مين كنجيب انا الاخبار ولا العباره غادي يتفرجوا من المسلسلات؟ كنجيبها من اليوتيوب ماشي شحال من العين. كنسمع بلي راه ديما واحد المسلسل ديز كنعرف بلي راه تحطوا الحلقات ديالو. تنجي كنفرج في الحلقه الاولى اللي دازت على 3 ايام ولا 4 ايام. كنطول في الحلقه ما كنبغيش نتفرج فيها. كنطول في الحلقه كنشوف عدد المشاهدات. ملي كنلقى بلي راه تقل من 36 ساعه حقق هذيك الحلقه حققت 1.5 مليون ديال المشاهدات كنعرف راسي بين الحزن. وكنعرف نوعية الخطاب الذي يجب ان يقال للناس. ما نبقاوش نحكوا على بعضياتنا. عارفين ان الخلل فينا. فالكلامي دائما يوجه للجانب الذي يمكن ان تتحمل فيه مسؤوليتك عمليا، لان راه ساهل هذيك نقولها دائما، راه ساهل نمس المخ، انا قلت مخ عليك. ما جالسين هنا نقول راه ساهل نقول اللي كنتو انتوما في الحكومه من مال هذا ولا باش نقول عليهم، ها هو جالس هنا. اقول الله عايز غادي نفهم. لا راه ساهل نجلس نغوت على دول اللي فاتوا، وهما يغوتوا على دول اللي قبل منهم، وحنا نغوتوا على هذو اللي كاينين. والوضع لا يزداد الا تأزما، علاش؟ لأننا ما بغيناش نخرجوا من منطقة الراحة، بغينا نبقاو دائرة الاحتفاظ بالحقوق على اعتبار أن الآخر هو الذي يجب عليه أن يؤدي الواجب. إذا الآخر مادام ما أداش الواجب، الآخر هو اللي ما مزيانش. أما أنا راه مزيان، ودرويش وضريف، وكتسمعوها. كتلقى عباد الله كتقول بغض النظر على سيدي العميد، خذ إكس خذ إكغيك ألفا خذ بيضا. كتقول له على غلاء الأسعار. زعما غلاء الاسعار كيتسنى تيجي واحد اكس ويقول لي علاش لا سابوا لي الناس الاخبار ولا فين الناس راه صابوا الاخبار غلاء الاسعار كل ما يقول لي لا اكس لا يكراك بمجرد ما كيقول لي راه الملك زاد فيه ذهب راه الصفار كتجيبو عرض هذه القضيه استاذ ياسين اش ديال الموعد العمياء علاش ما هضرتيش عليه شنو كتسنى مني نقول لك زعما كتسنى مني نقول لك ان غتكون جايه وحده شبه لابسه، شنو نقول لك شبه عاريه، شبه لابسه. وفا ومحاقه واحد ربعه ديال المخلوقات، الاصل فيهم انهم كوره. الاصل الواقع الله اعلم. وهي شبه وهي شبه شرف الله مقامكم. جايبه كلمه تتقول الكلمه لك اللي غادا تعزلوا الكلمه وقول لكم دين انا اسمعني مزيان، شنو اللي غاتعزلوا الكلمه غاتشوفوا الدين. اللي غاتعزلوا الكلمه ممكن تصاحب معاه شرط الله وقامه. واش كتسنى من ياسين العمري انه يجي يقول لك راه هذا الشيء حرام؟ واش كتسنى من ياسين العمري يجي يقول لك هذا الشيء راه احط الدركات ديال الحيوانيه بل حتى الحيوانات لا تفعل هذا. واش فعلا كتسنى لكن عرفتي شنو اللي كيخلي الناس ولا شيء؟ يخلي الناس ولا شو نعم الله لا تريد تتحمل مسؤوليتها. الناس باغا تفرج في هادشي تلبوش على بعضياتنا والناس باغا تشوف هادشي وباغا تعلم المسؤوليه ديالها على فلان وعلان ما هضرش مثلا ضجيج انا اذا ما عندي اخوه ديالنا في مصر واحد علاه الشباب ما يتهوت علاش عمرو دياب ما دار الاشهار مع بيبسي علاش محمد صلاح دار الاشهار مع بيبسي علاش فلان دار الاشهار بئس المسلم أنت إن كنت تنتظر من تافه أو سفيه أن يتحدث عن قضايا الأمة الكبرى حتى تقول رأيك فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن الزمن الذي سيبسط قال وينطق فيه الرويبضة قيل ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه جد حلف فرض الحديث وفي الرواية الأخرى والرجل السفيه يتحدث من عامة. أنت تتسنى حتى يكون لك الكوير المفضل ديالك على قضية من قضايا الأمة على باش تكون هذه القضية عادلة إذا القضية لا تحملها أصلا ولا شرف لك في حملها. لا كما سيدي هذه ما فيها تفريا شفاش لعب مثلا افترضوا من هو إعلام من هو يسير من هو تشريع العدالة الأمنية من هو تشوح من الناس اللي قاسي كلهم وخذ راسك أنت بوحدك اللي سقتي الأخبار وعرفتي من الناس كلهم سقطوا الاخبار وانت واحد ما هضر، هل هذا معناه انك تترك القضيه السؤال؟ هذا هو السؤال اللي سقطوا على راسك. داروا الاخوه مثلا انهم غادي يديروا ما عرفتش انا الامور باش تمشي عندكم هنا. الاخوه مثلا قالوا راه غادي يديروا جهه الاكس ولا الجهه العلانيه بالنسبه لي يعني في نصره قضايا الامه الانوار لا تتزاحم كلها كتعاود. ما هذه ما تنظم هكذا ولا تنظم هكذا، المهم ان يصل الصوت
اللي راه هادشي راه منكر ولا يقبله احد. اذا مثلا افترضنا بانك ودي راه اليوم الفلاني راه غادي نتلاقى في البلاصه الفلانيه من اجل تنظيم وقفه احتجاجي على ما يقع لاخواننا في غزه. وبالتالي تلقى الناس الذين دعوا لتنظيم هذه المساله، المكتب الفلاني ولا المكتب العلاجي، هما خمسه ولا سته الناس هما اللي كاينين وما هبط حتى شي مواطن اخر. هل هذا يعني انك ستتركهم وتذهب؟ اذا انت لا تحمل قضيه في قلبك. انت تحمل مساله جماعيه. ما عندكش فرق ما بين اننا غادي نهبطوا باش نديروا تظاهرات، وبين اننا نهبطوا نتفرجوا في ماتش، ولا ما بين اننا نهبطوا نتفرجوا في مهرجان ديال الشبيكر ليك، او ما بين اننا نهبطوا نمشيو نتبحروا، او نمشيو نزهاو شي غادي الزيتون. ما كاينش فرق. علاش؟ لان اصل هذا الدين ان يحمله الفرد. هذه الدنيا من الدنيا فرحانين بها لأنها غزاء بغزاء السيف، إنما بدأت لرجل واحد. أول من آزره امرأة وشيخ طاعن في السن لا يستطيع حتى نصاطه بالكلمة، هو ورقة بن نوفل، والصبي هو سيدنا علي بن أبي طالب، ومولى لا يؤبه بكلامه أصلا هو سيدنا زيد بن حارثة، ورجل من أصحابه يصغره سنا بسنتين هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. هذه هي النواب اللي بدا بها الدين. الشكر اللي كنشوفوا فيه هنا ما كانش فيه، راه بدا بهبوا. حملوا القضية في قلوبهم. تخيلوا واحد فينا أعطيت له مهمة أن ينشر الإسلام، ماشي نقول لك فوق كوكب الأرض وفوق الأرض كله كافر كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أقول لك لو أتيحت لك أو ألقيت على عاتقك فرصة مسؤولية، عفوا، لو ألقيت على عاتقك مسؤولية نشر الإسلام في مدينة، ماشي غنقول لك الناس فيها كفار، لا، الناس فيها وغسل ناخذها، الناس فيها كفار، شنو مدينة من المدن ديال الغرب، ماشي الغرب زعما مدن الغرب، لا، مدن الغرب زعما الغرب الحضاري، يعني أوروبا أمريكان، يقول لك واحد يقول لك ليش تكفر الغرب. فهنا فهذا سيكون شي مدينه من مدينه من احدى الدول من دول اوروبا ولا دول مدينه ما بيناش البلاد غير مدينه، وديك المدينه ما فيها حتى شي واحد مسلم. وانت ما غاديش تبقى تاكل وتشرب وتنعس، عرفتي قال لك هذوك الناس الا ماتوا على الكفر راه غادي لجهنم، مسلم ما كيعيش في راسو. اذا غادي تمشي وغادي تتحرك. تقول لا وبلاتي كيفاش؟ وكي غندير ليها؟ ولا غاروا فيا؟ ولا غربوني؟ ولا ولا ولا؟ علاش؟ لأن فاضية من شأن الخير. وملي كبرنا وفهمنا وبغيناش نخرجوا منها، حيت ممكن الوليد الصغير أمر قبل عمر، تأكد من في مرحلة البلوغ وتعمل مرحلة ديال التكليف تجري وفهمتي بلي خاصك تحمل المسؤولية ديالك في هذه الأمة، ما بقاش عندك العضو تقول حق والدينا ما علموناش هذا المشكل. لا ما قضاونا مناشا تاع الكلام هذا طيب. وجب عليك ان تتحمل مسؤوليتك. والله فاش غادي تفكر؟ غادي تفكر بالوسائل. خاص عليكم على الشبهات، ستعاونون، دبرس، كذا. يمكن ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كيطرح في كثره الاسئله. لكن فكر باستراتيجيه. النبي عليه الصلاه والسلام عاوتاني راه ماشي كان تم غادي طاق هسبه لا لا، اللي طاق العاقب واللي اسلم، لا. هذيك حتى السنة لخر السنة الثالثة بديت السنة الرابعة من البعثة، وجاء الأمر من الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجدي، ساعة باش طلع جبل الصفا وصباحات وبدا لك الكلام اللي قال. أما من قبل النبي عليه الصلاة والسلام اللي عرف وجه قد وضع استراتيجية، كان إذا خبر مثلا فلان كيقول له أنت فيقبل منه الإسلام، ما تيقول لي ما تقول أنت واحد، لكن غير أنا وياك الساعة، وكيمشي عند الثاني يتحين الفرصة، يختار الشخص، الإنسان أكثر قابلية، وتيكلمه، تعرض عليه الموضوع، يقبل منه الإسلام، تيقول لي عمي عني وعنك، فإنه ليس على ظهر الأرض مسلم إلا واحد، إلا أنا واحد. قال شنو سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ هو راه أسلم من بعد ما سلموا شي عشرة الناس، لكن اللي سولوه قال لهم لقد أسلمت وأنا ثلث الإسلام. كيف زعما ثلث الإسلام؟ يعني الإسلام كان مبني علينا حنا ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، وسعد بن أبي وقاص. إذا هو كان يشكل ثلث الإسلام. الوقت اللي سلم فيه سيدنا سعد بن أبي وقاص،
استلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف واستلام واحد العداد ديال الصحابه رضي الله عنهم. لكن استراتيجي ديال النبي عليه الصلاه والسلام انه تيختار يقول ليه ما تقول انت واحد. وضع استراتيجيه. اذا من اللي تحط المسؤوليه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ما قالش تيفكر في المعوقات. بدا صلى الله عليه وسلم يفكر في الصياغه التي يمكن ان يوضع بها الحل حتى نصير قدما. عفوا حتى نسير قدما. اذا هذه المساله الاهم ماشي مهمه، هذه المساله الاهم بالنسبه لنا. طبعا واش هذا الشيء كيعني انه لم يخلق فكره في الحل؟ بعدين بنضحكوا على بعضياتنا باش ديال التنميه البشريه الرومانس. ديال لا كان مع الصباح نشوف المرايا واليوم انا قد انا كنعرفش ليا كل فلوس عباد الله، نبقاو نضحكوا عليهم، لا وكتبقى تشوف المرايا تتهرس. لا كاين شي حاجه راه كاينه. قالها ولدها مرابعة بس يدور ويتفرغ ويتنقص ويتسامى مع عمرو هز الفطار من راس ديما تشكى وصباح الامتحان كنقول ليه وهذا شي جوج ديال السبيب وهذه لك جوج ديال الكيب لا لا وما تعطيني كلمة قال لي راني مخصص وطلعت فوق الامتحان انا نكون واطي الحل الوحيد هو الشيء الحل الوحيد هو انه وقع القانون هو انه يمشي يقول هذا هو الحل وبئس الحل ذلك. إذا هنا شنو الإشكال اللي عندنا؟ الإشكال اللي عندنا هو أنه التصورات ديال الشيخ كيقولوا بأن إذا صبر حتى التصور حسن التصرف. إذا عندنا التصورات ديالنا حطيناها صحيحة التصرفات ديالنا غتكون صحيحة. إذا رقم واحد هو أنني نبدا نفكر كيفاش ممكن هذه المسألة هذه نديرها. نعطينا غير مثال على ذيك 40 مليار وكذا إلى آخره. الناس اللي كتعطاها هذه الفكرة كيبدا يفكر في شناهي الصيغه اللي ممكن ماشي بالضروره اننا نبداو مع 40 مليون مغربي. لكن راه نقدروا نبداو مع 500 الناس في الحي. وماشي بالضروره نبداو ب 10 دراهم في الشهر. نقدروا نبداو في السيمانه. باقي ديال اتاي من عندك انت، باقي ديال السكر من عندك انت، جوج كيلو ولا 3 كيلو ديال الدقيق من عندك انت، واحد شويه ديال الزيت من عندك انت، واحد 20 درهم من عندك انت. وعارفين باللي فلانه راه يلاه مات الراجل ديالها وكان عصميعي، لكن لا لوكريت لا سيمان لا سيناسيس لا حروف قاسم قبيله ولا اوليمبي. يعني السيده كانت عارفه راسها عارفه راجلها وعارف وليداته، دابا السيده الله الله بس احنا ما بغيناش بنات ما نخرجوا من تما ويطيبوا الحب الصناعي باش هذا يربها وهذا يصدها وهذا يخويها، ما نضمنوش شحال من ولده فيهم تلت. وعندنا وليدات ما بغيناش كي تمهم تخرج ضيعه كتقلب لهم على الخبز وخارجين ضيعين لا ما قرينا القران لا دليل عباده. هذه المسؤوليه ديالنا جميعا. وهنا نعم سيدي ما نحتاجش 40 مليون مغربي، نحتاج 5 ديال الناس من درنا ونعزلهم وتولي نعم سيدي هذيك الكفه، بل اراعي حتى عفه تلك المراه واصونها في كلام الناس. والكفه ما نديهاش انا، نعطيها المرجي ولا نعطيها المراه واحد باب الاخوت هي اللي تفسخها لها. هذه السيده تفضلها المسألة هذه خلاص كيولي عندي الآلية ديال البحث عن الحلول هي اللي كتقول لي كتقول. وهذا الشيء راه ماشي شي حاجة اللي غنقولها دابا يلاه غنقولوها للناس. هذا الشيء راه أنا خديته من تجارب في وقت آخرين. أنا ما كنصنعوش شي حاجة جديدة، هذا الشيء جاي. خاص غير هنا هذا الشيء خصو يرجع يولي فينا كثير. كيف كان فينا كثير شحال هذا؟ وهذا من الخير الذي أضعناه، لكن يمكن نرجعه إن فكرنا فيه بشكل جيد. في نفس الوقت نفكر في الطرق ديال تنزيل الحلول على أرض الواقع، لكن في نفس الوقت أنا أعلم أنه عندي معوقات. فهمنا؟ ما كنديروش الكلام القوموي الذي لا أساس له في أرض الواقع، لا، هي معوقات. قد تشكو معوقات من أصحاب القرار السياسي. تجد معوقات، ناس عندهم مصاري أنه يبقى الخمر كيدخل المغرب. كيدخل المغرب، الخمر كتدخل المغرب. هو ما كيشوفش فلان اللي حياته تفتكات بسبب الخمر، ما كيشوفش عدد الحوادث السير ديال الناس اللي ماتت بسبب الخمر، ما تيشوفش فلان ولادنا الشباب اللي ضاع لا قرايه لا مستقبل لا بلاد لا زيد لا شواج لا اسره بسبب الخمر، وكيشوف الخمر شحال كتدخل ليه. فانت اللي غادي تبدا تقلب ماشي انك تسد البيران، باش تسد البيران تسد القرار، احنا ما عندناش هذا القرار، لكن ممكن انني نخلي البهر ما يشرب فيه حتى واحد
وانني انا ما باغيش نشرب. ابو لي واحد شنو ندير نشرب في الدار؟ ما تشربش. كنت ندير في الدار نشرب. ما تشربش. الحرام حرام. وتي ما شتيهاش من جهه الحرام راه ماشي حيت حنا مسلمين. عدد ديال المسلمين ما كيقدروش الشراب حيت حرام. اذا راه الكفار هذا ما عندوش حلال وحرام، راه كلشي كيضرب الشراب، راه حتى الكفار مضاربين مع الشراب باغيين يعكسوا. وهما اللي كيتكلموا بزاف صاروا من هنا على المشكل ديال الادمان وعلى وعلى وعلى، يعني مساله انسانيه. وانت عندك زين عليها واحد المساله اللي هو انه مساله اسلاميه. اذا حق الله عز وجل غالي تصونه. الاحصائيات ديال دابا صراحه الحديثه ما عنديش، لكن انا اعلم انه منذ ما يقارب 12 سنه، كانت سنه 2011، سنه 2011 السجائر العائدات ديالها شي مرات ديالها 16 مليار ديال الذهب. 2016 مليار ديال الذهب، يعني جوج اصفار، يعني تريليون و600 مليار ديال السنتيم، هذه العائدات ديال الدار. بنادم بالنسبه ليه مصلحه يشوفها دخل فلوس، ما كيشوفش من جهه اخرى راه مؤسسه الدوله بالميزانيه ديالها كاينه تقوم بالدم بلاش في محاوله اصلاح ما افسدته السجائر. شوف معايا شحال من واحد عنده السرطان ديال الرئتين ولا ديال البلعوم ولا ديال اللسان ولا الشفتين ولا المعده ولا ديال الجهاز العظمي كله ولا الجهاز التنفسي، شحال خصنا نصرفوا عليه؟ خذ معايا الامراض ديال الحساس اللي كيبقوا في الوليدات اللي هما اللي ديرهم تيدخنوا، واحد البنادم هو اللي تيدخل تيبني برا تيدخل الدار يقول لك ولادي ما تنكميش عندهم في الدار، عارف داك النفس ديالك اللي كيبقى يدخل ويخرج يشري، راه تيتصف في الطامر. هذا هو اللي بغا يقولوا بالحساسيه، شحال خصنا نصرفوا عليهم؟ وعلى ذلك فقيس. اما اذا جينا ندخلوا في حوايج اخرين فما نساوش، انا عطيت غير مثال بامرين محرمين ضررهما ظاهر وواضح. اذا بغيتي انت انك تحبس هذه الامور وما تبقاش عندك، تحتاج الى تغيير النسق الثقافي للناس. وتغيير النسق الثقافي للناس هذا يحتاج الى تضافر جهود كل فرد فرد. علاش نتكلم انا؟ تتكلمش معاك واش يديروا الاخرين عاد ندير انا. لا، كنتكلم معاك اشنو ممكن دير انت في تحمل الواجبات ندير اللي عليا. الله يجعل حتى واحد ما يديرها. المدرسه اللي انت فيها الله يجعل تكون حتى واحد ما يشفى. هذا لا يشفع لي الا اتهجم. ناخذ مسألة وأختم بها إن شاء الله تعالى. تألمنا الموت ديالك لا يقع لإخواننا خزع على وجه الخصوص. الإشارة يقع مثله في السودان، ويقع مثله في شمال سوريا من 2011، ويقع مثله وأقبح منه لإخواننا إقليم الويغور. تمارسه عليه الصين. هذه اللي جايه داخله على اعتبار انها تقدم نفسها كبديل وشريك اقتصادي بديل للدول العربيه الاسلاميه عوض الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي. باش نعرفوا الوزنه مع من تتعاملوا وشكون اللي جاي. هادو ناخذوا هنايا خطى ديال غزه على اعتبار انها هي المساله اللي اعلاميا ظهرت وبرزت. وكانت مخالفه لهذو الثلاثه الاخرين اللي ذكرتهم على سبيل المثال الى الحصر في مساله كبيرة جدا، وهي أن إخواننا في السودان، صلى الله أن يرفع الأمة عن الأمة كلها، إخواننا في السودان ملي هاد الجيش الساخط اللي دابا كيضاربوا بيناتهم وكيطحنوا في السودان، برهان وحميد، هادو الجيوش ملي بداو كيطحنوا في السودان، البلاصة اللي كينزل فيها الضغط والاغتصاب والتقتيل وأمور بشعة، وكاين تعتيم إعلامي مخيف عما يقع في السودان. هذا بلغي ما يخرج دار شي هضره في السودان هذا كنبكيو عليه الدب. الناس اللي كيوقع عليها الضرر تنزح كتمشي، كاين اللي كيطلعوا الشمال، كاين اللي كيهربوا للجنوب، كاين اللي كيمشيو للجافا، منهم من غادر بلدا ياك رجعوا دابا للغز. وحق لهم بين قوسين، حق لهم للمحافظه على النفس ساعدونا. سوريا نفس المساله،
بل سوريا أو عندناها لاجئين ديالنا، وفي ألمانيا وفي السويد أوروبا عامة نزحوا إن شاء الله ما يقع لهم غزة. وسمعت شي واحد يقول لك ودا نعيش من هالشي هذا، إلا شي واحد يحب إلى الكرة بغيت نشق على راسي شي بلاصة أخرى أخرجوا علينا هادو قتلونا داروا لينا. سمعت شي واحد فيهم قال لك لا هذا طيب هذا يجب يحتم علينا أن نطرح سؤالا، ما الذي عند هؤلاء لكي لا يتخلوا عنه؟ مثلا يوش على ناس كل واحد فيهم تحت من داره كاين واحد الخزنه فيها 40 مليار ديال الذهب. نقول لا كلام على قبل الذهب ديالو، وكان كلام على قبل الذهب غيضرب لي واحد الكروم ديال البيض الارضي باش حتى واحد ما يصلي ويمشي ينزح ثلاث من القضيه ورجع يجي يحفر عليه ويروح بقيت اغرب. لا هادو عندهم شيء اخر. غتقول لي متشبث ببيته تم رموه على عائلته. أقول متشبث بأرضه قلبها العدو عاليها سابلها. أقول متشبث بأسرته حرقها العدو جميعا. شوف هذا متشبث بشيء بداخله، هذا الشيء الذي بداخله لم يأتي بين عشية وضحاها، هذا الشيء الذي بداخله غرز فيه غرزا من خلال محاضر التربية. هذو الوليدات الذين كما أوى أهل الكهف إلى كهفهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هم أنفسهم الذين أووا إلى الأنفاق عسى ربهم أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وقد هيأ سبحانه وتعالى وهذا نظرنا إليه وراءنا. إذا كان عندنا ناس يجاهلون جهادا شرعيا ومقاومة يعني مشروعة لدفع ذلك الصائم، لكن في نفس الوقت مع ناس مدنيين ليسوا بالمحاربين لكنهم ثبتوا نفس ثبات المحاربين. إذا هاد جزء الناس عندهم أمر مشترك، وهذا الأمر المشترك ما كاينش في البنايات وما كاينش في الكلمة اللي استعملتها قبيلة، ما كاينش في الوسائل، ما كاينش في الوسائل المادية، ما كاينش في الامكانيات. هذا هو الكلمه اللي كنقلب عليها اللي كان العياط اللي كيبداو يمشيو ليا كاين، ما كاينش في الامكانيات، ما عندوش مشكل في الامكانيات. هاد الناس المشترك فيما بينهم كاين على مستوى الواجب الذي حملوا مسؤوليته، وهو واجب تحرير ارضهم من هذا العدو الغاشم. هم العدو عندهم ظاهر واضح، وقصفه لهم انما يقتل من خلاله الابدان، اما الارواح إما ترتقي شهيدة عند ربها في جنة الفردوس، إما من يبقى مقاوما إلى أن يلقى الله عز وجل. الإشكال نحن نتعرض لنفس الشكل من العبادة، لكنها ليست عبادة أبدان، إنما هي عبادة عقول وأفكار وأديان. وعقلوا عليها. العبادة التي تمارس على الأمة ليست عبادة أبدان. توحد لك شيء عن الشباب ديالنا ديال المدرسة وتقول لهم وتيوقف اليوم هاز ليهم فردي عند الباب ولا خرجوا تيجيني فيهم، لا ولكن كيوقف وهاز ليهم نعمه الاشكاره مع مره اخرى قوي ولا شي غتلقى واحد يهاجم افكارهم، ما كيعطيهمش القلاص اللي غادي يعوق ولا غادي يفتح المقرب يكفر عليه العوق في جوه، لا ولكن يدس لهم افكار مسمومه اللي غادي يفتح المقرب الاولين تنفجر العوق في عقله. قولوا عندنا وليدات في عمر الزهور، هذا خصك ما مازال تعاود تكلم معاه وتشوف لي يقول لك متخصصين في الرب شوفوا هذا الحال، هذا ولا يقول لك لا لا تيعيا باقي ما اقتنعش بالحجاب، اسمع شي ناس تيقولوا بلي اصلا راه ماشي مريضه ويجي عندك هذا ويقول لك وشنو فيها الى مشينا ونحنا للقبر ديال سيدي فلان، ويجي عندك هذا ويقول لك وانا علاش غادي نربط راسي بعقد ديال الزواج، خلينا نعيشوا الحياه وبخير وعلى خير وسيدي ربي غفور رحيم. افكار تلوث عقول ابنائنا، ثم نحن ننتظر بعد ذلك ونلوم شبابنا لماذا لا يسهم شبابنا في نهضه امته. شبابنا يتعرض للاعتداء، غير هو هذا الاعتداء هذا ما غتفكوا على الامم المتحده، فكوا على الامم المتحده اصلا هي اللي ما غتفكوا على الامم المتحده، ما غتفكوا على الولايات المتحده الامريكيه، ما غيفكوا على الاتحاد الاوروبي الذي اتحد على مصالح المسلمين، ما
غتفكوا عليك حتى شي حاجه غيفكوا على الناس. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وستسأل عن نفسك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه ثم التخصيص بعد التعميم، وعن شبابه فيما أبناه. كان ممكن ذا وقال شيء هرجاء هذا الصيف قريبا، لا بغيت نهرج السينما، نهرج السينما شوف نهرج السينما غير ولا فهنا تبقى نهرج نخبوي بعض الشيء شويه نخبوي. انا شو على الشرطه عشان نخبوي يعني شي نهار مزيان. المهم نهرج نخبوي انا كنت معاك على المهرجانات اللي كنت مجي لها كل شيء نقول لي هذا غير وصل هذا اللي داروا نهرج السينما وغيره. كاين شي مهرجان اللي شفتك عمري مزيان. السؤال واحد ثاني، واش كاين منظمة أخرين وقفت من أجل يعني استنكار هذا الذي يقع للإخوان في غزة؟ جمع أفهم شوية، كاين منظمة وقفت كانت منظمة غالبا أخذ مرة في الأسبوع. مزيان شوف أننا ندير وقفة، أن الناس يديروا وقفة مرة في الأسبوع وتبقى ديما، أحسن لنا أننا ندير مسيرة في 600 مليون ونديروها لنا وحدهم بعض الطعام نوعا ما ويديروا اللي بغاو يديروا في فلسطين. فهنا طيب السؤال هل يديروا عن شبابه بما إلا شحال واحد تيحضر الوقفه التضامنيه؟ شحال واحد كاين شي حضر مهرجان ديال الشتاكر اللي باش بلا ما نبقاو نقولوا راه هذوك اللي تيديروا لنا داك الشيء الخير حنا اللي تناخذوه بانفسنا اقل من كل غير. كنمشيو الوقفات وكنوقفو تنشوف عاد شنو الأقبح من هذا؟ الأقبح من هذا هو أنه عدد من الذين يحضرون الوقت تجدهم يسارعون إلى مهرجانات السحور والنجوم، وأقبح منهم ذلك الذي يكتب لك في التعاريف إذا لقيت شي نقل بنت مباشر من الشوفار تيقول لك جزاكم الله خيرا والله يصرفكم من فلسطين وكذا وغضوا الجمرة غضوا قاعد يكتب لهم انت المهرجان واش من توقيت واش من ساعة واش مغني غضوا لهم واش هذا الانفصام الشخصية. الانفصام ديال الشخصية هذا حالة مرضية، الناس ما وصلش للحالة المرضية لكنه نوع انفصام عن التفكير. راه غادي تلقى واحد السيدة ماشي تتألم لما يقع لأطفال غزة، كادت عيناها تجف من كثرة البكاء حزنا وتعاطفا على ما يقع في أطفال غزة، لكنها لن تجد أدنى خبارا وهي تخرج لاقتناء حوائجها الأسبوعية من المواد الغذائية لتدخل إلى سوق ممتاز تعلم هي يقينا أنه يعني يمول بشكل مباشر الكيان الغاصب الذي يصب النار على أولئك الأطفال الذين تم التوقيع من أجلهم. فإذا سألتها يا أمة الله ما حملك على الاقتناء من هذا المتجر؟ تقول لك في عذر هو أقبح من زلة، تقول لك لأن هذا هو أقرب المتاجر إلى البيت. أنت ما بغيتيش غير تضربي شي شوية ديال المشي واحد 20 خطوة وبغيتي أن يأتي نصر الله ليرفع النار المصبوبة على إخواننا والرصاص. قضية الإسهام في نهضة الأمة إنما يبدأ ابتداءً، وأعود لما ذكرته أولاً، يبدأ ابتداءً بتصحيح تصورات ما هي واجباتنا، بعد ذلك ننظر في مسألة حقوقنا. أنا لا أثبت من عزيمة أحد ولا أتهم أحداً، لكن إن احتاج إيقاظ شخصي أن أرجه رجاً فسأفعل. إذا كان غير فهذا هو الذي وددت ذكره. أما أصول الانحراف الفكري اللي عندنا أو لا الوسائل من أجل الثبات وسط عواصف الهوجاء الفتن وعوقات الذرة إلى آخره، أنا لم آتي الحديث عن هذا فهذا قد سبق مني الحديث عنه في غير ما محاضرة حتى أنه لك صنفية ولك يقول لك طيبتي قبل هذا. أصول الانحراف الفكري شجرة ديال المشاكل الفكرية، بالإضافة إلى ما هي الوسائل التي يمكنني أن أستعين بها بعد الله عز وجل لكي أخوض من نار
هذا الإسهام في هذه النهضه هذا سبق الكلام عنه ومواقع التواصل مسجله بها المحاضرات الذي يدل للغير انا احمد الناس على مشاهده ما اقول لحظه انتفع فيما هو اعده غيري فما نكون لك من الشاكرين فهذه الامور اخرى يرجع اليها فيما ظنها لكن اليوم بغينا نخرج ان شاء الله تعالى منها وحنا دماغنا في سؤال واحد كيفاش ممكن انا ومسألة راسي كيفاش انا ممكن يكون سبب ان الامه غدا تكون افضل مما هي عليه هذا هو السؤال ديالي ومسألة راسي راه يمكن لشخص واحد ان يقلب موازين الامه مثال كن سالم شيخ احمد ياسين رحمه الله 99% ديال اللي حاضرين هنا عندهم من الامكانيات أضعاف ما كان عند الشيخ رحمه الله يكفي أن الشيخ رحمه الله كان عنده شلل كامل في المراحل المتأخرة من حياته يعني باليوم اللي كنا نتكلم على تكوين حركة حماس في سنة 1987 بعد الانتفاضة الأولى ملي تكونت حركة المقاومة الإسلامية حماس على يد الشيخ أحمد ياسين وغيره كنا نتكلم عنه نعطيك مثال للشيخ أحمد ياسين رغم كان لا امكانيات ماديه ما عندوش حتى الامكانيه انه يولي السفادي ويمشي ويتيري معاهم فهمنا طيب كن معي التضامن ها هنا 1987 المحاضن التضامن الذي يكون في هذوك الوليدات اللي هما دابا يجاهدون في سبيل الله ازعم ان ابا عبيده كان من الاطفال الذين كانوا يحضرون محاضن القران الكريم في مجال الشيخ احمد ياسين دابا ابو عبيده اللي هو المنتوج ديال احمد ياسين ابو عبيده تستمع له وكالات الانباء في العالم كله بل صار نموذجا يحتدي به ابناء الكفار في بلاد الكفار حركه المقاومه الاسلاميه حماس ومعها صغير القدس وغيرهم نعطيك مثال حركه حماس هذه منتوج ديال احمد ياسين فهمنا بن راشد ولينا بحركه المقاومه ولينا التطوير ديال انواع المقاومه ولينا التطوير الاسلحه ولينا الطوفان الاقصى ولينا في القضيه العادله يستمع لها العالم كله ولينا في النظام العالمي الجديد كله يقلب راسا على عقب الولايات المتحده الامريكيه تعد شقاقات من الداخل فرنسا راكم شفتوا فرنسا كانت تعتبر هي القنصليه الرسميه ديال الصهاينه في اوروبا هي فرنسا دابا قلبات